أهلا بكم. ألمحت وكالة أكل إيطالية عن حدوث لقاء اليوم الخميس يجمع بين قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقالت الوكالة إنه من المرجح أن تستضيف مدينة بروكسل على هامش أعمال القمة الأوروبية لقاء يجمع بين السراج وحفتر بناء على مبادرة من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي. وأضافت وكالة آكي إلى أن كونتي سيشارك في القمة الأوروبية في بروكسل اليوم الأربعاء، وأنه بحث مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأزمة الليبية ودور إيطاليا في جمع الفرقاء الليبيين وفق قولها. أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عن ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية بمشاركة جميع الشرائح على طاولة المفاوضات وليس من خلال التدخل الخارجي وفق قوله. جاء ذلك في تغريدة لأوغلو على موقع تويتر الخميس تطرق خلالها إلى لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. وجدد وزير الخارجية التركي خلال اجتماعه مع المشري دعم بلاده لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا. هذا ويجري رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة عدد من أعضاء المجلس زيارة رسمية لتركيا يبحث فيها آخر المستجدات على الساحة الليبية. طالب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الرئاسية المقترح والبعثة الأممية إلى الالتفاف إلى مطالب أهل فزان. واعتبر المجلس في بيان له أن مطالب التي أعلن عنها حراك غضب فزان مشروعة وعدم تلبيتها أدى إلى إقفال حقل الشرار النفطي، منددا التصريحات التي أدلى بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بخصوص المعتصمين ووصفهم بالميليشيات. وطالب المجلس صنع الله بسحب كلامه محملا إياه بمسؤولية تأجيج الصراع في الجنوب. ندد منتسبي كتيبة 30 مشاة التابعة لحرس المنشآت النفطية بحقل الشرار النفطي بالتصريحات التي أدلى بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ووصفهم بالميليشيات، مطالبين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التدخل ووقف هذه الاتهامات وإحالتها للنائب العام. وأكد منتسبي الكتيبة رفضهم أي تعليمات تصدر بشأن صد معتصمي حراك فزان، مجددين دعمهم التضامن في الحراك ومطالب أهل المدن الجنوبية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.